تعليق على الاستاذ عماد رشاد الاهلاوي والمخرج الكبير محمد عبد العزيز وكمان على حمدي مرغني، انا هرد عليك دلوقتي بس بعد كابتن علي معلول. لا، نحب نتوجه بالشكر للناس الكبيره تاريخيا، محمد عبد العزيز وعماد وحمدي المرغني من نجوم مسرح مصر. شكرا على الكلام الجميل والحلو، وان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظنكم، ان شاء الله نتوج ونفرح في اخر السنه بالبطوله افريقيا مع بعض ان شاء الله. وكمان يعني نبعت تحيه لكلهم طبعا، وايضا للفنان الكوميدي اللي انا بستمتع بيه حمدي مرغني. بس خلي بالك فريق الاعداد يعني ما اقدرش استغنى عنهم، ان ده فريق اعداد ما شاء الله يعني بروح الفانيلا الحمراء، وانا يعني بتشرف ان انا موجود معاهم. اهلا 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 كابتن كريم. ده ابني، ده نجم مصر. علي كريم جاي يستعجل بابا، طبعا جاي يستعجل بابا عشان نخلص التصوير. تعالوا نمشي نتكلم معاه. قول على السلامه يا عم. تشجع الاهلي؟ تشجع الاهلي؟ شكون تحب انت؟ علي شكون؟ صحيح. بتشوف علي وهو بيجيب علي بتاع كوكو. ايه دي بتاعك؟ ده بتاع لوجو النادي الاهلي؟ بتحب هذه؟ باه عايش ولد. كريم هيطلع في موهبه علي معلول؟ لا ان شاء الله يكون احسن، ان شاء الله. بس لازم يبقى فرود. لازم فرود؟ عشان يجيب فلوس اكتر. علي بتاع كوكو؟ بيلعب ايه، برجليه الشمال ولا لا؟ ايمن. لا بيمينه. بيمينه ان شاء الله. بيلعب برجلي اليمين. بس لا باليمين. باليمين. باليمين بس ان شاء الله. اهم حاجه انه يكون في دراسته كويس، بس بعدين الكوره تيجي ان شاء الله. ان شاء الله تشوفوا حاجه يا رب. ان شاء الله ان شاء الله تشوفوا نجم يعني زي